وات اللي بعده طيارة مرة ما فرت احسه بالله الحمد كان دائما اللي يبعص يومي واللي يرفع ضغطي فيفا اقعد طول اليوم منفس ضغطي ليه عشان ما جبت الرانك 5 يا عمي ام الرانك 5 اخر فتين سلمت القيام وانا مسلم القيام جتني 130 ألف. لما وصلت رانك 1 ما حد جيني 50 ألف. جد حتى الميتال دي يقول كثير كثير عليك ماتش ما امس يا اخي خليني اعلي صوتك امس ودبه مع اخوياك ما ادري هو يا انه ما حد سمع يا انه سمعوها وكانت سامجه مره ليش؟ اي صح اخوياك امس ايش قالوا عني؟ قالوا عني شيء ولا لا؟ لا يا اخي ممكن نلعب نافس بابك نيارد ايه واحد قال اللي ضدنا قاعد يلعب ببيرك ايش اسمه ذا ممنوع ايه قال مشي مشي قلت لا لا قيد والله ما سمعت. والله صمت صمت يمكن 20 ثانية صمت والله ما سمعتها. ما ادري هل هم هذا ولا انه ان شاء الله ما يكون سموها او انه هم يعرفوا البروت ايوه احسن من انا احسن مني ومنك. هذول اخوياك بالحديقة صح؟ لا ها؟ غير في تبوك. ايه؟ في تبوك اوه عرفتهم بجيم مدرسة قديمة سيرش، اوكي ما مرة يعني ذولي ما لهم علاقة اوكي عرفهم من زمان بس عرفتهم من جيم سيرش زمان. خيو يلعب دارك سولز واسمه نيملس اسم بوس، قلت له تعال تساعدني ما ادري ايش، قال يلا ما دخلت. صار كلهم عرف. فاذا ما لقيتكم اروح هناك زي الحين. هذا اسوء شيء في الاجازه، فجاه كل العالم يختفي ما تختفي. ادري ما حد في طيفه وما ادري ايش انا صراحه ودي يعني بس انا ما يعني طالع كذا مره ما ارفضها على طول اطلع حتى لو مين وين اوه انا ما انا ابدا في الجهاز ما افضل السوني ابدا يا ساتر الهدف. طب دق على عبد الله ايش رايك؟ دام انه هو قال يومين اجي. يا عمي بتسمع اوه معليش وش هذا كيماوي اسمع بديك حساب في انستغرام والله يا واحد يلعب برسل لك. عندك الروح كود انا ما عندي مشكلة. شوف هذا ما اعرف معرفة شخصية بس انه شوي خوية على الخفيف. وين عبد الرحمن؟ شو اسم حسابك الخرا؟ ايوه هم؟ نزلوا مهارة جديدة وعدلوا. اذا مثلا انت ومنظوم مع مدافع يصير ما تلعب باص يروح يمد رجله 70 متر يقطعها، وخلوا الشوت من بعيد احسن. نزل تحديث اليوم طبعا. ما تسوي ذا كله اخر اللعبة بالضبط ما ادري يا اخي. طيب الناس تشتكي من اول اللعبة توك تجي تصلح. والله العظيم ما اعرف الشركة الغبية هذه. الله يخلي اكتيفيجن ومايكروسوفت و بليزرد بليزارد في شركة ايبك جيم ايبك. لا ايبك ايبك لا قبل قبل بعد ما خربوا فورت الله يقهرهم. والله كانت بعد لعبة مرة الله حلوة. فورت لعبة والله كانت ايش مرة اللعبة حلوة. مرة حلوة لعبة عظيمة والله كانت متعة كانت تستسمون. متعة مو طبيعية ايش تخيل لعبة تجذبك 12 ساعة ما تطفش منها ايش في يا واد اريني اللعبة اللي سوت كذا ايش اللعبة اللي فكذا سوت كذا يعني صملت 10 سيزونات الحين خلاص ما عاد في الاطفال. حمل ابيكس يا عبد الرحمن دام عندك مساحة. ايش اباكس ليجن ايش ابكس لي اي اباكس صغير ليجن اباكس ليجند ضحكني والله ما في شيء حل. ايش جوك يا مو تلعب ابوكس ليجند؟
ما ادري تحس حياته بس فيفا وقرصان ومرقوق، كل لعبة جوك 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 جوك. والله يا ايبكس انها حلوة مرة مرة مرة، لكن يبغى تعود. شوف تلعبها يخرب من في كود، هذه مشكلتها. ليش؟ اللف عندها ثقيل، مو زي كود فيه خفة. بس انا عندي لا، ها انا بالنسبة لكم نلف ثقيل. لا ترى كم لفك؟ 5-5. انا لعب 7-7 الحين. اي والله جراتني اخوي كل امس لما قال 20-20. شوف تحركاته، واضح يلعب لف سريع. بس مو باين 20-20. هو اللعب مهارة مهما كان لفك. يعني انا اعرف في واحد يلعب 20-20 ولينير وحاط لف الايم سريع مرة، ويش يفت يفت تلاقي فت هذا يلعب. يهف على الماي كذا. الصراحة الله يقطع كليني، شال كل من بار جوله من قدام. من رايح وين؟ وين رايح وين؟ ايش الباص هذا؟ امس كان لعبي فيفا جبار، فجأة لعبي صار ستوري، بس الحين نزل ما لحقت تفرح. اليوم ثلوث صح؟ يا عم ربوع عمودي ثلوث ربوع والله ثلوث. تتحدى اي والله يلا ايش دراك انه ثلوث؟ شوف جوالي تسوق امه. راح ثلوث ان ذا سكاي فور يو احس لو انت قلت ثلوث وطلعت ربوع فوق سالفه سالفة ايش؟ يا اخي والله بدون المدارس يعني الواحد ما ي... والله عازم بك سالفه لو صارت زي كذا. والله من جد بعدين انا اقول مثلا تخي المدارس الحين الواحد ينام. اي والله في المدارس فاهم حنفتح سالفه صدقني هي زي كذا هي زي كذا تجي سالفه. والله ما اخي ماني مستوعب انه يعني انا ما قد اخذت اجازه كذا، حسيت براحه. صح تحس كل الاجازات اللي قبل انت يعني ما كنت واعي الحين بس استوعب عمود ركز. انا اول يمكن 10 ايام من الاجازه ما كنت مستوعب انها في اجازه، استوعب عشان تلحق تعيش وترجع الدراسه ايش ما لحقنا نسوي شيء ولا مدري. اوكي استوعب انه انت في اجازه عشان ما تروح عليك. يا الله كل ما اتذكر كل ما اتذكر نفسيتي، كل ما اتذكر تعب القرا، كل ما اتذكر الموقف يا عمودي يوم ايش يوم كل ما اتذكر الموقف يوم الباب كذا يوم الباب ينفتح يطلع استاذ لغتي يخش على طول وراه استاذ انجليزي نبدا حصة ثانية. يا الله تذكر كذا وانت خلاص على سرير النوم بتنام يا بدأت صحيح تخش نوم عميقة تحلم انك قاعد تفتح استاذ الانجليزي ياسر حينقل كذاب والله احلف. حينقل دبلومة. اما يقول لابوه دا كتب يذاكر منها، مدري ايش اني اختبار بيختبروه. 1000 صفحة 2000 صفحة 3000 صفحة ايوه هينفشخ هناك. اذا حنروح كثير انا حروح معاكم. ها؟ اذا بيروحون كثير حروح معاهم. لا يا شيخ، ايش يا عمودي انت تروح عشان الاخوة ما تروح عشان المستقبل؟ انا هي 2 في 1 كيف واحد بس والله مو بس تطلع عينك، تطلع مصارينك من استك. اهم شيء يعني حبيبي انا بعد نفسي انجليزيا. عدل نفسك بس حبة حبة مو تخش ثانوي. ثانوي تخش تطوف تطوف بدي بطوف على طول كذا دبلومه كل شيء. تخيل انت العلوم يا عمي، اذا العلوم بالعربي ما نفهمه يا عمي تبغى نفهمه بالانجليزي
والله ما نكذب على بعض. Another sky for you and I never to never to أنا هينك. لنعد إلى الكافيه. طب شوف غطي عليك ليني بلينغهام بلعب انا بزنقطة شايف؟ والله اني قايل احس كذا ما اعرف في اعاقة في لاعبيني. التمركز عندنا بصفر. ورشة يا الله والله وسطه غثني غثني ماني قادر اعدي. شوف شوف كيف ماخذ راحته. بورشة مري اب. والله والله كذب والله والله كذب. ايوه قطعه ايوه. سويت المهارة اقسم بالله مرتين، مرة جلاها الظاهرة ومرة جاي كسرني، مع ذلك ما حسب لي شيء. ابغى ذيك حقت لامبورجيني. ايش هذيك؟ مو ليتني صبرت وجمعت واشتريت النسلة. ايوه روح 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 يا عيني اجواء من وراك ورشة الشيخ. يا شباب يا شباب الكون محشي. الله اكبر عليك يا كود صفرها. عمودي يا مين كان شباب يقولها غيرك؟ يا ما استاذ، بس هو استاذ سلامة مدرسة استاذ ايش اسمه؟ والله ما اتذكر. لا مو استاذ سلامة، استاذ مأمون. سد مأمون سد مأمون هو كان يقولها ثاني ابتدائي. يب يا اخي وسطه قاعد يضغطني من ورا وقدام ماسكين. طب انا وين اروح؟ الله الله يشيك. وين سانجري سانجريات؟ ايش هذا؟ ما هي موجودة. شوف 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 لأي درجة اللعيب عندي ثقيلين. لعيبة دق على عبد الله. مين بدق علي؟ أنا بدق علي. ترى أخوك ترى أخوي يلعب سوني. أشوف أخوي يلعب. هجومية مطلقة هجومية مطلقة. يا أخي هذا رد. ألو عبد الله. ألو هذا اللقطة. هذا اللقطة.